السلام عليكم. اليوم نصور أحد البيوت المتروكة في البقدسية، واللي يقولون أنه كان مستخدم في أيام النظام السابق، وهو أحد القصور الموجودة هنا. يقال أنه كان يستخدم من قبل المدعو علي حسن المجيد كأحد قصوره. طبعا هاي البنايات المرافقة للقصر وليس القصر نفسه. شوفنا هنا محفور سراديب بي، واحتمال كان موجود بي سجون تحت الأرض. طبعا البناية اللي دخلناها هي مال الاستخبارات، وهذا السرداب مالته. السرداب مسدود وبي هواية نازل بيت أتربة ودافن المكان مالته. لاحظ من هنا احنا الماي الامطار منزل الرمال داخل السرداب، ممكن كانت تستخدم هذه السراديب كسجون. قلم سرية المقاوير. ايضا استخدم هذا البيت كوحدة عسكرية في 2003. شوف هاي السراديب اللي أكثرها مملية تراب. بعد السقوط بال 2003 استخدم هذا كمقر للشرطة العراقية، وتم تركه وحسب شهود عيان الناس الموجودين اللي تلخصنا من عندهم قبل أن نصور، قالوا ترك لأنه بالليل يسمع من عنده أصوات وحاجات غريبة تحصل، ما اضطروا أنه يعفونه ويطلعون. بين قوسين قالوا هذا المكان مسكون. كل البنايات جواها سراديب، ما اعرف منو حافر هذه وعلى شنو يدور، بهو الضباط.
كل مكان حافرين الصبة ونازلين بالأرض. غرفة الحركات. طبعا التقينا بعدة أشخاص اشتغلوا بهذا المكان، قالوا هذا قبل لا ينترك وخاصة القصر بشغلات كلش غريبة تصير بالليل. هسه نتوجه للمبنى الرئيسي، نحاول نشوف المدخل مالته اللي هو من هنا. طبعا مكان كبير ويقع في منطقة البرجسية، هو احد القصور القديمة اللي كانت هنا موجودة واستغل بعدين من عدة جهات. هذا هو القصر الرئيسي. طبعا البناء كله مفلشينه، البيبان ماخذينها والشبابيك، ونفس الحفر اللي شفناها سابقا بالبنايات القديمة. هذا بيجلب هنا. كل الغرف مفتوحة واحدة على الثانية وحافرين الأرض مالتها. طبعا لازم ناخذ الحذر شوية، بيش لاب هنا هواية. يقال انه هذا كان قصر علي حسن المجيد. هو مجرد أطلال، كل شيء ما بيه، بيت مدمر. وحقهم الشرطة اللي يقولون بالليل تسمع بيه أصوات وأمور
حركات وشغلات تحدث به. التجهيزات الشيء اللافت للنظر هو الحفر اللي محفورة بالأرض، شوف هذه الحفر كلها كانت سراديب. هاي هنا هم اكو منشآت تابعة اليه، مثل ذاك البرج اللي قدامنا مكتوب عليه العلاقات والاعلام. طبعا من هناك ما نقدر نوصل، لان اكو الشرطة قالوا ما نقدر نصور من هناك، لانهم المقر مالتهم من هناك موجود. هذا المسابح هم تابعة اليه، او صبات يجوز مال المولدات، ما نعرف. حاليا هذا القصر متروك ومهدم بطريقة عشوائية، وما ممكن الاستفادة منه هيجي حالته. هذه الأرض كلها محفورة، اللي جاي نمشي عليها وداخل البناء محتمل أنه يكون بحث عن جثث أو مقابر جماعية بهذا المكان. سمعت أنه كان أكو مقابر جماعية بهذا المكان، والله أعلم. هذا المكان كان يحتوي على مباني هواية، يعني مو بس القصر. شوف هذه الحمامات مثل هاي اللي قدامنا، معاونية الدائرة القانونية. طبعا كلها مفلشة وكلها محفورة الأرضية مالتها بصورة مخيفة، شنو يدورون ما تدري. كل بناء جوا بناء مخفي.
هاي البناية دخلنا بيها، بس خلي ندخل من هذا الباب. هاي مكتوب قدامنا قلم سرية المقاوير، سرية المقاوير وآية قرآنية، رجال المقاوير أبطال رجال المهمات الصعبة. هاي البنايات القريبة اللي على الباب، هذا المطبخ، هذا مخزن الأرزاق اللي كانت موجودة هنا. اللي قدامنا هي بناية الاستعلامات، هسه اللي راح نصورها. البناية الوحيدة اللي بيها الباب. صور بناية الاستعلامات. طبعا كل بناية لها ملحقات الخاصة بها، خدمات وحمامات، وشوف كلها محفورة. كلها محفورة، الأرضية مالتها المخزن. شنو يدورون على كنوز، على أمور مخفية. هاي هذه المحولة القديمة اللي كانت تغذي البناية. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى تصلكم الفيديوهات الجديدة. مع السلامة.